مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات الغد. كفل دستور السودان الانتقالي منذ العام 2005 كافة الحقوق والحريات الأساسية في وثيقة الحقوق، بالإضافة إلى موادها الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان بصورة عامة، وتبعا لذلك صدرت القوانين الوطنية المتلاحقة التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين هذه القوانين كان قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2009، وحددت الأمم المتحدة نسبة الإعاقة بـ15% من السكان على نطاق العالم، وهذه النسبة في تزايد في الدول النامية، ويعزى ذلك لأمراض مختلفة والحوادث والحروب ونقص الرعاية الصحية الأولية. أتت النسبة في السودان 1.5% حسب إحصاءات عام 1993 للولايات الشمالية فقط، وهذه نسبة بلغت 15% الآن، تتحدث الإحصاءات عن 15% للأشخاص ذوي الإعاقة. وحسب التعداد السابق الذكر، فقد وضح أن معدل الإعاقة في الريف يفوق معدل الإعاقة في الحضر بنسبة 1.3%، كما أن هناك نسبة ذوي الإعاقة الذكور التي تبلغ 53% من جملة الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما تبلغ نسبة الإناث 47%. وقد بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حسب التعداد السكاني للعام 2008 نسبة هي 15% التي ذكرنا، مع إجمالي عدد السكان في دستور السودان ل 2005 وكافة الحقوق والحريات الأساسية في الباب الثاني منه وفي وثيقة الحقوق، بإضافة إلى مواد أخرى تحمي حقوق الإنسان بصورة عامة. اليوم نحن في حضرة أصحاب الهمم، هم اثنين من متحدي الإعاقة، وهم متحدثين اليوم عن مجمل القوانين، الاتفاقيات والحقوق التي يجب أن تكون في هذه المرحلة، خاصة نحن نتحدث عن السودان من الثورة إلى الدولة. وفي هذه الفترة للتغيير من خلال هذا البرنامج نتحدث مع فئات مختلفة عن مجمل التحديات التي تواجه هذه الفئات، واليوم حديث خاص عن ذوي الإعاقة. فسعداء أن يكون معنا الأستاذ شهاب الدين خوجلي عثمان، مرحب بك. مرحب بكم ومرحب بكل المشاهدين الأعزاء. مرحب بكم، ورحب أيضا بالأستاذ عبد العزيز الشريف إسماعيل، مرحب بكم. مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. مرحب بك، ونحن نتحدث عنكم يعني كنماذج اليوم عبد العزيز وشهاب، قادرين على مواجهة هذا التحدي وحمل اسم السودان في دول خارجية وبطولات مختلفة. فبداية نحن بما أننا نحن نتحدث عن هذه الفترة شهاب، نتحدث عن السودان من الثورة إلى الدولة وهذا التغيير، بالتأكيد هي تحديات مختلفة بتواجه ذوي الإعاقة منذ أزمنة خلت، ولكن الآن بما أننا نحن نتحدث عن التغيير، نتحدث عن أهمية وجود كل القوانين وكل الاتفاقيات واقعا، وبنعلم أنه في مجموعة من الاتفاقيات. خلينا مباشرة نتحدث من زاويتكم لتحديات هذه المرحلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاوزين نبتدي بداية مختلفة شوية. انت قلتي من الثورة إلى الدولة، نحن دايرين نحيي المشاهد تحية التفاؤل، فبنقول له في الأثير موجة مشاعر وهمهمات، ما قال شاعر، من شعور صادق وحاضر جمل إيقاع المناظر، واهدى للناس الخواطر ونس النجم المساهر. وفي زمن لقياكم انتو بنعشق إحساسنا المباشر، ربنا يجمعنا دائما أمسنا في اليوم وباكر. من الثورة إلى الدولة، نحن جزء لا يتجزأ من الله، عجبني جدا التوصيف. يتذكر في عدد من الله من الاحتفالات بتاعت الأشخاص ذوي الإعاقة في اليوم العالمي بالذات، لأنه قضية الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت قضية حقوق. صحيح. وما في بعد أي زول من الأشخاص ذوي الإعاقة بيمشي عشان يطلب، لأنه التشريعات والقوانين أصبحت شيء نافذ. بس يلا، المسائل دي بتبقى بعد ذاك مسائل نسبية. الكم بتاع الضغط اللي بنضغطه نحن عشان الحاجات دي تنزل على أرض الواقع.
لانه يعني الاعلام والمساحه اللي تكلمت عن الاشخاص وعن قضاياهم كثيره، لكن المحتاجين نحن الان انه نعرف والمجتمع يقتنع تماما بانه ما في اعاقه، في بيئه معيقه. صح صح. اذا كان في رامز، في اكسبيليتي كفايه، في تمهيد للمعاق في الشارع، في البنك، في المستشفى، في الجامعه، في خلاص ما في اعاقه. صح. وفي معرفه بالقوانين، في معرفه وفي وعي. صح. عشان بعدك نرجع نقول والله يا اخي هو ليه ما قدر ينجز، او ليه حياته بقت ما سهله. صحيح. لكن هو جانب الحقوق والواجبات لذوي الاعاقه، والحقوق دي هي فرض يعني احنا للجميع انه يعرفها، ولذوي الاعاقه بشكل خاص. واحنا قبل الحلقه كنا بنتناقش في الاتفاقيات المختلفه والحقوق المختلفه، وبنعلم جميعا يعني الان ذكرنا قانون 2005، قانون الطفل 2010 و2009. طبعا يعني قبل لما كنا بنتحدث عبد العزيز تحدث عن انه 2009 ده فيه اشياء جميله جدا، لكن بيبقى انفاذ واقعا. خلينا نتكلم من الزاويه دي، الاشياء اللي انت شفتها في هذا القانون ولم تشهدها واقعا. والله طيب، زي ما رحب الاخ شهاب بالساده المشاهدين، انا برضو برحب بالساده المشاهدين وبترحم على ارواح شهدائنا في ثورتنا المجيده، وبقول زيك نحن واحد في الحقوق والواجبات، والوطن راجينا نحن نبني في عزه وثبات، وباتحاد الكل نحقق له اغلى الامنيات. فنحن معوقين بس ما هنقيف متفرجين، نحن دايرين فرصه. طيب بالنسبه للقانون كل الاتفاقيات اللي السودان صادق عليها، اتفاقيه الاشخاص ذوي الاعاقه، اتفاقيه قانون السودان للمعاق 2009، فيها يعني فيها بنود كويسه شديد، فيها بنود يعني وأموات يعني لو اتنفذت في ارض الواقع يعني الشخص المعاق يكون عايش ملك يعني. صح. يعني نحن عندنا حق في ان في حق العمل، ان ما يكون في تمييز بيننا وبين الاشخاص غير المعاقين، عندنا حق في المشاركه، يعني كميه من الحقوق والحاجات والبنود يعني. فبس لكن للاسف الشديد انه كل البنود والاتفاقيات دي بتكون بس ورش، وبتكون مؤتمرات، وتتخطى الورق في المكاتب، وما بتنزل في ارض الواقع. فبس يعني دي الحاجات اللي ما بتخلينا نحن نمشي لقدام يعني. وبرضه يعني الفكره ما بتصل لعدد كبير من الناس. صح. يعني حتى يعني اشخاص ذوي اعاقه كثيرين قد يكونوا جاهلين بحقوقهم، قد يكونوا جاهلين بانه ما يعني ما عارفين انه في اتفاقيات وفي قوانين لهم، وفي عندهم حقوق كثيره، لكن هم جاهلين بالنسبه لانه ما في يعني ناس قادرين يوصلوا لهم الحاجه دي يعني. فهم مظلومين، نحن كلنا مظلومين يعني. لو يعني حقوقنا دي طبقت نحن امور حتتسهل ان شاء الله. صحيح. وهي مجموعه من الحقوق زي ما ذكر يعني في حديثه عبد العزيز عن انها هي فيها زاويتين لجانب عدم انفاذ الحقوق ده، فيبقى جانب المسؤول والمهتم بانفاذ القوانين، وجانب اخر للتوعيه. فانتم يعني مجمل مسيرتكم في الطريق ده في تحدي للاعاقه، قبل بتحدد عن انه نحن معاقين، لكن يعني احنا اليوم بنشاهده ده بنقول انه هو المعاق دائما بيكون معاق في الفكر. كثير من اللي هم بيعتبروا نفسهم غير معاقين هم ما قادرين يعملوا انتم بتعملوه الان. فخلينا يعني مباشره نتحدث عن التحديات اللي بتواجه انفاذ القوانين. هو ما في تحديات، هو في 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 استسهال. في استسهال فقط يعني. يعني يعني نحن شعبي بسيط بطبعنا، بسيط في فكره، بسيط في تعاطيه للحياة، بيستسهل الحاجات يعني، بيكسل منها. والمسألة دي قاعد تصادف للأسف أنه ما في وعي كافي عند الأشخاص ذوي الإعاقة. نحن في الفترة الأخيرة بقينا نهاجم الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. كونك أنك أنت جاهل بحقوقك وما قادر تعرفها عشان تدافع بها او تمشي تطالب بها، يعني ما تتوقع انه كل المسؤولين يجوك في فجتك عشان يعملوا لك الحاجه. وكل المجتمع السوداني ده مجتمع قايم على الفضاله، وقايم على التعاطف،
وفي 99% من 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 حاجاتنا الموجوده حتى في بطاقاتنا حقت العضويه دي ما قاعد يعينوا لها باعتبار ده قانون ملزم يعني في المواصلات في غيره في غيره المساله الهاشميه وكده يعني ابو مروه ايوه كده ما قلت لك ده فكرنا كشعب لكن نحن عشان نقول انه والله يا اخي انت بتعمل لي الحاجه دي لانه ده قانون ودي حاجه عرفي دولي و و و وحق والمساله دي في ناس بيقعدوا بيشرعوا ليها وبتصاغ لها قوانين وبتعمل لها مؤتمرات وسيمينارات و و و ورش عمل نحن لسه ما وصلنا المرحله دي للاسف لا المجتمع السوداني ولا الاشخاص ذوي الاعاقه نفسهم ومع العلم بانه يعني نحن الان في المجتمع السوداني اشخاص ذوي الاعاقه بيقوا شيء نورمال او الشعب تتعود على المعاقبه بالمناسبه يعني في الدول العربيه انا ما في كده يعني ما في معوقين كتار في الشارع ما في المساله بتاعت التعود نحن اندمجنا في المجتمع طبعا كان في كلمه اعلاميه قاعد تغيظني يعني مستفزه الكلمه بتاعت الادماج دي يعني ايه سلاك اعلامي يعني ادماج انا اصلا وين انا ما في المجتمع صح اي فالقصه تبدا مني انا لما اكون عالم بحقوقي جيدا ومتحدث عنها زي ما جات في النص وقادر اعرف بدايتها واخرها والمطلوب شنو انا بقدر اتفاعل اكثر يعني انا لا داير اكثر من حقي ولا داير اقل منه لكن هو نفسه في حد ذاته اللي بيجيني ده ما يجيني من ولا يجيني شفقه ولا يجيني عطف ممكن به يعني الثقافات اللي احنا بنتكلم عنها دائما يعني قصه التعاطف في المجتمع اللي انت ذكرتها هي بتخلي حتى ذوي الاعاقه هم ما بيبحثوا عن حقوقهم والخطاب المستهلك اعلاميا زي ما ذكرت يعني احنا كثير بنتكلم مع ذوي الاعاقه من باب التعاطف ده اللي هو اصبح وهم خارجين عنه وهو هم ما موجودين في دائره التعاطف دي فبيبقى حديث عن الحقوق والحقوق كأرضية لحقوق ممكن هي الحقوق دائما بنقول لي عبد العزيز انها بتنتزع فبتبقى فهم الثقافة بالنسبة لذوي الإعاقة بحقوقهم فخلينا نتكلم في الجانب ده يعني من زاويتك ما يهم ذوي الإعاقة في المعرفة بحقوقهم بالضبط كده طيب شهاب كلامه جميل شديد انه المشكله تبقى فينا نحن كاشخاص ذوي اعاقه بالضبط لكن انا في نفس الوقت ما بقدر بلوم الشخص ذوي الشخص المعاق نفسه لانه شنو المعاق اذا ما لقى له تاهيل فصعب انه هو يعني المعاق اذا ما يتعلم صعب انه يعرف حقوقه شنو يعني قد يكون انت من المحظوظين انا وانت وغيرك من المعاقين محظوظين انه قدرنا نلقى تاهيل قدرنا نتعلم كده لكن في المقابل في 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 جانب الاخر من السودان ده في معاقين للاسف الشديد لسه داسينهم في 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 البيوت ناس ما بمرقوهم لانه المجتمع فاكر انه المعاق عار على الاسره مثلا يعني في كثير من الرحلات نحن مشيناها في في سناء كسلة غيره بنعمل زيارات ميدانية لبيوت معاقين فبنلقى انه الأسر بتدس المعاقين يعني خلي من انه هو يعرف حقه شنو هو ما مطلع انه عشان يعني يعيش حياته زيه زي اي انسان عرفته يعني في لسه يعني في ناس لسه بينظروا للمعاقين انه ولا اي شيء بينظروا له نظرة انه ولا شيء وغير كده يعني في الشوارع برضو انت حسي اذا ماشي في الشارع ممكن تلقى ناس يتعاملوا معك على اساس انه انت شحاد مثلا انت زول ولا منك اي نفع صح فلسه المجتمع بينظر لنا النظرة دي يعني صح ودي الثقافة اللي احنا بنتكلم عنها يا عبد العزيز يعني لما نتكلم عن الثقافة بتبقى دور ذوي الإعاقة وجانب آخر لازم هم يمشوا في خطين متوازيين مع بعض في الحديث عن ثقافة الشعب ذاته المواطن ده ما معناته انه انا بشجع الزول المعاق انه يعني ما يجتهد وما يبذل انا دي مناشدة لكل الأسر انه المعوق ده انت أهله انه يكون قادر يعتمد على نفسه ان شاء الله بسيط علمه عشان هو بعدين يقدر يعيش حياته واديه فرصه يعني المعاق اذا اديته فرصه هو ممكن يوريك هو منه في بيت بيقول انه انا ما بدور احسان بس فرصه عشان ادي البرهان باني جدير فمعظم الشعب السوداني زي ما قلت انت برضه هم بيتعاملوا معنا على اساس انه من باب الشفقه بينظروا لنا انه نحن بيستعطفوا عرفتها في حين انه هم لو عرفوا انه ده حاجه من حقي انا مفروض يعني انت لما يعني في المواصلات انا ارفع لك البطاقه ما معناته انا زول مسكين وما عندي و وتشفق عليه وتقول
لا لا انا خليه ادفع له، لا ده حقي انت اوريدي. لما تعرف انه ده حقك بتشيل حقك بعين قويه، يعني ما مفروض يعني يخد في باله انه هو بيشفق عليه. صح. فالناس لو عرفت انه دي حقوقنا نحن ما بكون في عطفي ولا كده يعني. صح. والحقوق دي يعني عشان يعرفوها هي لازم تكون في أرضية الثقافة اللي احنا بنتكلم عنها. وده يمكن يا شهاب وانت عندك دور كبير في الجانب ده، يعني عندك سعي في المجالات الإعلامية بشكل خاص، هو بيبقى الضلع الإعلامي ده مهم فيه. فنحن الآن لما نتكلم عن الحوار ده من الثورة للدولة والحديث عن حوارات الغد وكيف يمكن أنه يكون الغد بالنسبة لذوي الإعاقة، فبتبقى أرضية الثقافة دي فيما يخص الإعلام، فكيف بتراها الآن؟ يعني نحن بنتكلم عن الفترة دي للتغيير الممكن يكون من خلاله، لأنه يكون نتجاوز الحديث المستهلك الإعلامي وتكون في أرضية ثقافية فعلا. أنا طبعا أنا بنيت كلامي قبيل على 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 الجزئية بتاعت الشغل حقي في مجال الميديا. وفي مجال الميديا في مواقع السوشيال ميديا تحديدا فيس وواتس وتويتر وغيره. أنا لما تكلمت عن إنه في معارضين كتار، تكلمت على مستوى الخرطوم، لأنه نحن عايشين في دولة داخل الدولة. ويعني إنجاز لنا التعبير إنه بنقول إنه يعني ممكن يكون في 90% من الاهتمام حق الدولة والاهتمام الحكومي مصب على إنسان الخرطوم يعني، وما هو أشخاص له. لكن ما هم في الحوار بالتأكيد حتى الولايات ما ما لا أكثر. نحن ما بنتكلم نسبة. عن إنه شنو اللي أنا بشوفه وبتعامل معه بشكل يومي. في معارضين كتار ما عندهم الرغبة. أنا عارف، أنا أعلم تماماً أنه في ناس ما لقوا حظهم من التعليم، وفي ناس كانوا أهلهم ذاتهم فقراء وضعيفين ما بقدروا يقرون، وفي ناس الحروب والنزاعات تسببت في أنه مشاكلهم اتفاقمت على المستوى الفكري ذاته. لكن في معارضين كتار جداً بتتعامل ورش، بتتعامل سيمينارات، بتتعامل يعني في كمية كبيرة جدا من المنظمات اللي بقت تشتغل في المجال الطوعي في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة كبيرة جدا، حاولت تدق على الحتة بتاعت التوعية والحتة بتاعت التعليم والحتة بتاعت انه المعارض يكون منتج. بصراحة يعني نحن ما عندنا بعد زي ما بيقولوا زمن الغطغطة والديسديس انتهى. الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الآن ما عندهم الرغبة، أو جزء عشان ما نظلم في جزء كبير للآن ما عندهم الرغبة على مسألة التعليم. أنا بقول كل يوم بيكون في معاق يتعلم عن حقوق وعرف الدستور حق الأشخاص ذوي الإعاقة، كل يوم حنزيد وعي. صح. كل يوم قد الطلاع حتتطور. هنرجع نحن نتكلم عن إنه هو شنو المانع ذاته من معرفة حقوقه، وشنو رغم إنه هناك عدد من المتعلمين لكن حتى الآن ما بيعرفوا حقوق واتفاقيات وقوانين فيما يخص ذوي الإعاقة. وبالتأكيد الحديث يبقى على الشقين، في الحديث عن ذوي الإعاقة وحديث المجتمع والمسؤول عن إنفاذ القوانين التي تخص ذوي الإعاقة. سنعود لهذا الحديث بعد الفاصل. لكم التحايا مشاهدينا في كل مكان، نجدد التحايا لكل متابعي حوارات الغد لليوم. واليوم كما ابتدرنا الحديث عن ذوي الإعاقة والتحديات المختلفة التي تواجه ذوي الإعاقة في هذه المرحلة للتغيير، ومطلوبات ذوي الإعاقة من أجل تغيير حقيقي في إطار الحقوق وكل ما يخص ذوي الإعاقة. سعداء أن نرحب من جديد باثنين من أصحاب الهمم وأصحاب التحديات الحضور اليوم لمناقشة هذا الملف، شهاب الدين خوجلي عثمان وعبد العزيز شريف إسماعيل. نرحب بكم من جديد. وكنا عبد العزيز قبل الفاصل نتكلم عن ضرورة الثقافة بالنسبة للفرد من ذوي الإعاقة وبالنسبة للمجتمع، لأنه هو الطريق لوجود الحقوق واقعا. فخلينا أيضا نواصل في هذا الحديث من زاويتك وما تراه من يعني المجهول من ثقافة بالنسبة للمجتمع فيما يخص ذوي الإعاقة. طيب بالنسبة للمجتمع عشان يعني يعرف عن الأشخاص ذوي الإعاقة ويعرف يعني عشان ما يتصدم بأنه في ناس معاقين وكده، فأنا بشوف أنه يعني الناس تبدأ
توعية للرياض والمدارس يعني لو بدت في توعية في الرياض والمدارس يعني إنه في ناس معاقين كده، لأنه كده يعني المجتمع لما نبدأ التوعية من الرياض والمدارس كده بنقدر ننشئ مجتمع أو جيل يقدر يعني يتعايش مع المعاقين ويكون عارف ثقافة المعاقين وكده، يعني لأنه كده يصنع التغيير اللي احنا بنحلم به، خاصة يعني في الفترة دي. ودائما لما نتكلم عن المدارس، نتكلم عن المجتمع والرياض وغيرها شهاب، دائما نتكلم عن الحاضنة المجتمعية للحقوق، وجانب آخر للحقوق اللي هو ابتدرنا به الحديث في إطار الثقافة، الحديث عن الإعلام، وزي ما ذكرنا أنت عندك باع في الجانب ده. فخلينا نتكلم في الزاويتين دي، إذا كان الحاضنة المجتمعية أو الإعلام لأي مدى ممكن يؤثروا في الحقوق. أول حاجة يعني كده خليني أقف عند سؤالك الفوق الممتاز، المجهول من الثقافة الأشخاص، ده سؤال دار له حلقة بصراحة. صح. لكن يعني أنا تحضرني إجابة مهمة شديد في الشأن ده، اللي هي فقط المجتمع لما يتعامل مع أي زول من الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار الجوهر ما المظهر، يعني نظرة من زاوية تانية، اللي هي شنو أنت بتحتوي على شنو، خليني من شكلك، خليني من نوع إعاقتك، خليني من أنك بتزحف ولا بتمشي بعصاية ولا بتمشي بويل تشير، انت بتحتوي على شنو. فانا بقى بتذكر قول مأسور جميل جدا بيقول تحدث كي اراك. نحن في المجتمع في فجات كثيره جدا لما بنتعامل مع الناس بعد ما يعرفونا ونبتدي نتكلم ونبتدي نتعامل الوضع بيختلف، بشعر بانه في تعود، يعني اكتشف انه مش قصه انه الاعاقه ماشي او الكلام الانشائي ده، لا فعلا دي حقيقه، الاعاقه ماشي اذا توفرت الاراده وتوفرت العزيمه وتوفرت الثقافه. يعني انا ما بنسى انه انا معاق، لكن انا بصالح مع الاعاقه حقتي باعتبارها واقع، صح، ما بيعترضني في اي حاجه انا بعملها. الان افضل، ما خلينا نكون بنتكلم بواقع، يعني الان افضل بكثير، يعني الاشخاص ذوي الاعاقه الان الناس بالذات منهم المجتهدين والمشوا مراحل كبيره في حياتهم بيشعروا بانه في سهوله. ليه؟ لانه حاجز الاعاقه انتفى، صح، انتفى بفعلك، انتفى بسلوكك، انتفى بمطالبتك، انتفى بالمردود اللي بتقدمه للمجتمع. لانه لما تبقى منتج فكريا، يعني انت واحد من الاشخاص ذوي الاعاقه ما عندك وسيله غير انك تنتج فكريا، يعني في المرحله دي بالذات. فلذلك بتشعر بانه بعيدا عن الاراء الفلسفيه دي، يعني بتشعر بانه بقى خلاص الناس بدات تعاين لك بالعين بتاعت انه الله يا اخي انت عندك راي، انت عندك شخصيه، انت عندك كاريزما، انت ممكن نسمع منك ويبتدوا يسمعوا منك فعلا، فبتبتدي توصل صوتك. والان زي ما قبلنا اسلفت في كلامي انه في منصات اعلاميه كثيره جدا بدات يكون فيها صوت الاشخاص ذوي الاعاقه واصل لارجاء كبيره، من ضمنها زي ما قلت انا السوشيال ميديا. فانا بجد يعني في تفاؤل كبير في انه الطريق اللي بدأوه من السبعينات في حركه الاعاقه مشى مراحل كبيره، اساهم في كده الفضاءات الاعلاميه الواسعه والمنتشره، وساهم في كده أنه جاء جيل جديد متفهم مثقف مطلع على الاتفاقيات حقت الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية، ومطلع على الجندر تحديدا، حتى مش الأشخاص ذوي الإعاقة، في حاجات تانية الناس برضو بدوا ينتبهوا لها غيرنا نحن من الشرائح، لذلك الموضوع بقى أسهل. فقط نحن محتاجين الآن للخطاب حقنا كأشخاص ذوي الإعاقة يفترض ينقح ويكون مضبوط بشكل معين. نحن نتكلم كلنا بوتيرة متشابهة، صح، نطرق على نفس النقطة، نفس البوينت، صح، عشان نحدث فيها تأثير. المسألة دي بعد كده بقت ممكنة، صح، ممكن أقول ممكنة جدا، وأنا بقدر جدا يعني الخطاب المتفائل اللي عندك ده، وجانب للتفاؤل دائما هو اللي بيفتح السعي واللي بيفتح العمل والمعارف اللي أنت بتتكلم عنها. وكنت حريصة إنه نتكلم معاك عن الإعلام، لأنه يعني أنا شايفة لك منصات إعلامية مختلفة أنت بتقدم فيها جرعات للحقوق والواجبات وغيرها، ودي بيقودنا مباشرة لحديث عن التحديات.
كثير من ذوي الإعاقة استطاعوا أنه يجتازوا هذا التحدي. ونحن دائما بنتكلم يعني زي ما ذكرنا أنه الإعاقة ما بتبقى هي الإعاقة الحركية أو الإعاقة، فخلينا مباشرة نتكلم عن عبد العزيز في شيء من الخصوصية. ونحن يعني في سلسلة عن الفئة دي حنتحدث في الإعاقة البصرية ويعني مختلف الإعاقات، لكن فيما يخص الإعاقة الحركية اليوم خلينا نتكلم عن مجمل التحديات اللي بتواجهكم. نحن نتكلم عن فترة لابد أنه تكون فيها حلول. طيب طبعا يعني الواحد بتواجهه تحديات كثيرة وصعوبات كثيرة ومشاكل كثيرة، خصوصا انه انت زول معاق في بلد زي السودان، او مش زي السودان يعني في اقليم زي افريقيا، يعني الوعي فيه ونسبة الوعي فيه ووعي المجتمع كده اقل شوية. فكثير كثير جدا من المشاكل اللي بتواجهنا سواء كان من المجتمع سواء كان من البيئة المصاحبة لنا نحن، فمشاكل كثيرة. يعني الواحد عشان في التعليم واجهتنا مشاكل انه المدارس ما مؤهلة لأشخاص ذوي إعاقة، في الشارع بنلقى مشاكل بتاع انه العربات ما بتجيف للمعاقين، صعوبة بتاع المواصلات. وبرضو الواحد لما كبر يعني ودخل الجامعة برضو لقيت مشاكل بتاع الإمكانية الوصول في المؤسسات، لما الواحد يمشي في أي مؤسسة خدمية لما نمشي عشان يتلقى فبلقى مشكلة الإمكانية الوصول. نص المؤسسات في السودان أو قد يكون الأغلبية يعني ما كده ما فيها ما بيراعوا لكود البناء إمكانية الوصول ولا حتى لحاجات كثيرة عرفتي. لكن برضو دي ما معناته إن الواحد يستسلم وواحد يقعد، لأنه أنت يعني كده عايش في السودان وعايش في بلد متأخر شوية يعني. فنحن رغم الحاجات دي كل الواحد ما بقيف، واحد ما بقعد مكتوف. ونحن نتكلم عنها كحقوق. نعم. هي واجبة إذا استطعنا إنه نتحداها ونكون في مناطق غيرها أو ما نستطيع، هي في الآخر دي حقوقكم يعني في الآخر لازم كده نتكلم عنها. وأنا الكلام اللي تذكره عبد العزيز عايز أصبه معك في إطار القانون. يعني لما نتكلم عن القوانين إذا كان 2009 أو قبله من القوانين، بالتأكيد موضوع مصفوفة البناء بالنسبة للمؤسسات وغيرها هي موجودة في القانون. فخلينا نتكلم عن القانون فيما يخص مصفوفة البناء. نحن نتكلم عن خصوصية الإعاقة الحركية ما بين الوجود في القانون والإنفاذ واقعا. طبعا الأكسيبيليتي عموما ملف كبير بيشمل حتى بيتخطى مسألة كود البناء في المؤسسات وإلى آخره. يعني لو دار أتكلم عن الأكسيبيليتي هأتكلم عن من ما طلعت من بيتنا لحد ما وصلت الاستوديو هنا، هل في أكسيبيليتي والله ما في. لكن أنا باخد من كلام عبد العزيز جزئية بتاعة أنه أنا لما أصل مؤسسة حكومية وألقى الشيء اللي كان مدرج في القانون ويفترض يكون وصلهم كلائحة أو خلافه ما موجود، يفترض أطالب به. أطالب به كيف؟ يعني أنا ما شرط أن أكون حافظ نص القانون، لكن أكيد يعني بيكون في واحد أو اثنين أو ثلاثة من الناس بيكون عارف أنه والله يا أخي إحنا عندنا في البطاقة في كذا كذا، هو شايل كم مستند في يده أوريدي فيها حاجات بتتكلم عن القانون وعن اللائحة، وبقت مسألة يعني بالتكرار حتى الما عارفة أو العاوز يقول أنه هو ما عارفة. نحن كنا بنتهم زمان الإدارات في بعض المؤسسات بأنها بتتكاسل عن أنها تعرف القانون أو إلى آخره. لكن طرقنا على المسائل في الإعلام، يعني ابتدى مثلا حصل موقف في مؤسسة أو في مكان ما بتقوم تجي في الإعلام في السوشيال ميديا، تجي في الفيس، تجي في الواتساب، تجي في كده بيتكلموا عنها، مرات بيتكلموا ينيم كمان يعني. فأصبح بيخافوا من قلم الأشخاص ذوي الإعاقة الإعلاميين تحديدا. لكن الخوف في الآخر والأشياء كله بنحدد عنها من استجابة دي. نحن بنتكلم عن استجابة فعلية الآن بما أنه بنتكلم عن تغيير في هذه الفترة، بنتكلم عن استجابة فعلية في وجود فعلي لكل الحقوق منها مصفوفة البناء. الاستجابة الفعلية هي حتحصل، لكن نحن طبعا بنقول أنه بس العافية درياد، يعني لأنه الآن في مؤسسات فعلا قامت وعشان يحصل فيها كود بناء تاني. أنا كنت في جامعة من الجامعات بدون داعي لذكر الاسم طبعا، وجامعة عريقة جدا وكان عندنا معهم شغل، وقابلت العميد بتاع الجامعة كنت أتكلم معه وتلاقيه وقال لي ياها وإن شاء الله إحنا نكون قدرنا عملنا لكم الحاجة اللي أنتوا عاوزينها. قلت له والله يا أخي أنا بس نفسي قام عشان أصلك هنا. قال لي ليه؟ قلت له سلم حقكم بس.
ما فيه معليش يعني. وده على اطار كل المؤسسات. فيلا كان زي ما قلت لك انا قبل الفكره في انه في استسهال او في جهل بالقانون اللي هو يفترض انه هو الاساس حق تعاملنا كلنا. الان احنا بنقول انه لو قدرنا نوصل الفكره حقت القوانين والحقوق الاساسيه بالذات بالنسبه للاكسبيليتي للمعاقين نفسهم المساله بتبقى فيها سهوله بالنسبه للمؤسسات وبالنسبه للهيئات المفترض يكون فيها كود بناء وعندها علاقه مباشره بالاشخاص والعقاول ما عندها. احنا دارين نوصل حتى للشارع اللي هو ما فيه اكسس للناس الما معاقين. خليك من الناس المعاقين صح. عشان كده الان الموضوع في اطار اعاده للتشريعات الثانيه والقوانين وكل اللي كان مهمل وما نفذ احنا واثقين من انه في المرحله الجايه ان شاء الله حيجد حظه. التفاول ده ما من باب فراغ في ضغط كثير حقيقه احنا يعني عارفينه وفي طرق للمواضيع مستمر والمسؤولين الان بيقابلوا الاشخاص ذوي الاعاقه وبيتكلموا بالذات عن الحقوق في القانون حق الاشخاص اللي هو العالم والمستنسخ منه في المحلي عشان تنفذ بإذن الله في القريب العاجل إن شاء الله المسألة بتبقى قريبة ومتاحة. لكن برضو بنرجع ومنصتكم دي خير ومنصة تمثل صوتنا الآن أنه بنرجع لأنه إذا بنضغط على المجتمع وبنضغط على الجانب الحكومي المخول بأنه ينفذ لنا قوانين نضغط عليه 20 أو 40 أو 50 أو 80% يفترض نضغط على وعي الأشخاص والعاقة 500%. وانت دائما مركز على الجانب ده ونحن يعني معاك بنحمل ذات الطريق فيه انه هو ذوي الاعاقه يكونوا عارفين بحقوقهم والجاهلين بحقوقهم لابد يعرفوا لابد انه يكون في وسائل يعني تصلهم عشان هم ده حقهم ايضا انه يعرفوا ما في عذر وحقهم علينا يعني كحتى في زاويه الاعلام انه هم يكونوا عارفين حقوقهم. نحن اليوم بنتكلم عنكم كنماذج لكثير من الشباب اللي استطاعوا انه يتحدوا مسألة الإعاقة ويكونوا فاعلين ومؤثرين وغيره ومجموعة من البطولات. فعبد العزيز مؤخرا راجع ومعه ميدالية ذهبية ومجموعة من المشاركات. خلينا نتكلم في تحدياتك المختلفة وجوائزك المختلفة في اجتياز التحديات. طيب أنا مؤخرا يعني أنا أصلا يعني من زمان شديد يعني كنت بفتش في فرصة لأنه واحد يقدم حاجة للوطن. فمؤخرا اندميت لنادي التجديف في مارس الفات وبدأت أجديف والكوتش ربنا يدي الصحة والعافية قال لي انه حتكون في مشاركات خارجية وحتمثل فيها السودان. فكده الواحد يتحمس شديد وكده حب الشغل لانه انا حمشي امثل السودان. فالحمد لله مشينا مثلنا السودان في بطولة عالمية للتجديف في إيطاليا شهر 5 الفات وكان أول لي مشاركة اللي هي تصفية طوكيو اللي هو لا قبل تصفية طوكيو كان في بطولة عالمية وبعديها هو شهر 10 اللي هو الأسبوع الفات كان مشينا تونس عشان نمثل السودان في في التصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو والحمد لله جيت فيها المركز الثالث بميداليه برونزيه ولعبنا البطوله الافريقيه في نفس المكان واتوجت كبطل لافريقيا في اول دوره تتنظم للمعاقين في افريقيا وكان لي الشرف انه يعني الواحد يشيل اول دوره للمعاقين في افريقيا واتوج كبطل وارفع اسم السودان وعلم السودان في مشاركه زي دي ويعني الواحد يرجع بميداليتين كان يعني لينا الشرف ايضا أيوة. لينا كل الفخر بتمثيلك للسودان ونادي التجديف يعني يمكن لاول مره بياخذ الذهبيه افريقيا فده يعني سعي جميل جدا احنا بنحمده وبنقدمه كنموذج لكل اللي بيشاهدونا من ذوي الاعاقه. هرجع لك في تحديات ثانيه لكن ايضا كان عندك مشاركه في القاهره 2016 خلينا نتكلم عنها. المشاركه حقتها طبعا في المجال الثقافي بطلنا عبد العزيز في المجال الرياضي. انا مشيت شاركت في القاهره في 2017 في مهرجان القاهره الدولي الأول لثنوة الأشخاص ذوي الإعاقة وأحرزت المركز الثاني الحمد لله. حصل نفس الإحساس بتاع أنك مثلت بلدك مثلت ناسك مثلت ثقافتك مثلت فكرك
كشخص من الأشخاص العاق عندك قضية واجعاك وعاوز تثبت وتثبت نفسك، وكانت الصعوبة أكبر في أنه المشاركة كانت شرسة، لأنه في أفلام جاية كانت من كندا وفي أفلام من أمريكا وفي أفلام في اللحظة بتاعت التتويج. يعني أنا مر علي الشريط بتاع من البداية من الزيرو لحد ما وصلت للحظة التتويج مجمل التراكمات ولا صح. فاكتشفت في لحظة أنه أنا منتصرت، عشان أنا كان عندي إمكانيات بتاعة تصوير وإخراج و أنا انتصرت لأنه أنا كنت عندي قناعة إرادة صح. أي وانتصرت لأنه أنا جيت بالبساطة بتاعة أنه أنت عندك طرح لابد من أنه يصل. أنا انتصرت لأنه أنا كنت مقتنع تماما أنه أنا بحمل إرث شعبي كامل. السلام. الأشخاص ذوي الإعاقة لا ينفصلوا عن هذا المجتمع. الشخص ذوي الإعاقة وطني، مثقف، متعلم، بتهمه قضايا الوطن وبتهمه قضايا المجتمع زي ما هو حالة، زي ما قلنا قبلك ما الحالة دي نفسها ما بتغير أي شيء في مضمونه أو مكنونه الداخلي أو دواخله. في لحظة من اللحظات أنا كشخص من أشخاص ذوي الإعاقة قضيت الإعاقة في حد ذاته أصبحت الشيء الثاني أو الثالث، قفز قدام وبقى في الأول قضيت الوطن. يعني كنت شايف السودان في منصة التتويج، يعني وأنا ببكي بشعر، كنت بشعر بأنه الوطن ده بيستاهل مننا أكثر من كده. بنظر لشعبي كامل يعني عزت عليه والفرحة في فترة كبيرة من فترات حياته، بيستحق أنه يفرح الليلة وبكرة صح. وإلى ما هنالك يعني. فنحن عهدنا أنه ما حنقيف وحنواصل وحنغاتل، والآن انضمت لنا شعارات كثيرة جوانا أشعلت كمية كبيرة من شموع الأمل الكبيرة جدا، من الثورة إلى الدولة إلى الاجتهاد إلى العمل إلى التفاني إلى الإخلاص إلى ومفتوحة إلى صح. إلى دي آية. والإخلاص والانتماء الوطني دي شاهدناه، وشاهدنا مجموعة من ذوي الإعاقة حتى في صناعة التغيير. يعني الآن نحن بنتحدث عن التغيير، لا بد إنه يعني نجني ثماره حتى ذوي إعاقة في إنه يكون حقوقهم موجودة، لأنهم هم كانوا من رواد هذا التغيير وشاهدنا مجموعة منهم. عبد العزيز يعني وهو في النادي كان أيضا من المشاركين في التغيير، فخلينا برضو نتكلم عن التحديات المختلفة اللي واجهتك في إطار التمرين وغيره. ونحن دائما لما نتكلم عن الاشياء دي بالتاكيد نتكلم عنها في تقديم النموذج. طيب زي ما ذكر شهاب انه هو لحظه التتويج، انا طبعا في لحظه التتويج برضو يعني من دون ما اشعر من دون ما احس لقيت روحي ببكي. يعني انا لما كنت بردد نشيد الوطن وشايف العالم من دون ما احس يعني لقيت روحي ببكي. فنفس اللي حصل معك، انا اتذكرت الشريط بتاع انه انا كنت من وين ووصلت لوين، ورغم الظروف ورغم الصعوبات اللي كان واجهتني ورغم قلة الإمكانيات. فأنا زي ما قال شهاب إنه الواحد ما كان عنده الإمكانيات، لكن كان فينا الإرادة والعظيمة، لأنه واحد داير يقدم حاجة للوطن. فالقضية زي ما قلت ما كانت قضية إنه أنا ماشي أمثل مع غين بس، أنا مشيت عشان أمثل وطني السودان. فالتحديات اللي كانت واجهتني هنا في السودان انه احنا انا كنت بتمرن في قارب نورمال، يعني ما قارب بتاع اشخاص ذوي اعاقه، قارب قديم جدا. انا كنت بتمرن في قارب لانه ما موجود القوارب، لانه ايوه بالضبط، لانه عندنا قوارب للاشخاص ذوي اعاقه في السودان. كنت بتمرن والنيل كان فايض يعني، وكمية مشاكل اللي واجهتني أنا قبل البطولة، لكن الواحد كان عنده العظيم وعنده الإصرار لأنه لازم يمشي ويمثل بلده أحسن تمثيل. كان ما ماشي علشان بس أنا مجرد مشاركة، لا، اكتفيت بأنه أنا مشيت إيطاليا ومثلت السودان في أول بطولة، رغم أنه أنا ما كنت عندي الخلفية الكاملة عن المشاركات عاملة كيف وكيف. فلما رجعنا من إيطاليا كنت متحمس شديد لأنه أنا أمشي تونس وأمثل بلدي أحسن تمثيل. والحمد لله ربنا وفقنا وتعبي ما راح ساي، يعني غادي يكون ما في زول عارف أنا تعبت وقدر شنو غيري أنا والكوتش. أنا من هنا بحيي الكوتش شديد والزول الآمن بي والزول اسمه منو عشان نحييه، كوتش متوكل طه. أوكي. يعني هو الزول اللي قدر يصنع مني في خلال 7 شهور بطل إفريقيا.
يعني انا دي حاجه اعتز بها جدا. وانا يعني اندهشت لما قلت انا بديت مارس 2019 لانه فعلا فتره وجيزه استطعت انه اكون يعني فيها بطل. فدي حاجه يعني مقدمه للجميع يعني للجميع الجميع في انه هو نوع من التحدي كدا. وانه نموذج المفترض الجميع يقتدوا به. ونحن لما نتكلم عن الشكل ده من النماذج دائما نتكلم عن المحفزات. فالآن بما أننا نحن نتكلم عن ذوي الإعاقة عن صناعة التغيير وعن هذه الفترة الانتقالية ولأي مدى نحن نهتم بأن الحقوق تكون موجودة في الواقع، فخلونا نختم الحديث ده بتطلعات وأشواق لرؤى مستقبلية في أنه اللي بيحلموا به ذوي الإعاقة في أنه يكون موجود في القريب والعاجل في هذه الفترة. تفضل شهاب. كنت دائما قاعد اشحن الطاقة حقتي دائما من الأقوال بتاعت الثوار والناس المصلحين في التاريخ القديم والحديث. فالشيخ رائد صلاح المناضل الفلسطيني كان بيقول نحن باقون ما بقي الزعتر والزيتون. أنا ما ألاقي لي حاجة أصيلة شديد أكثر من أنه نحن باقون ما بقي إرث المجتمع السوداني، ما بقيت تطلعاتنا كأشخاص ذوي إعاقة، ما بقي تمسكنا بقضيتنا وأننا ندفع لقدام، ما بقيت إرادتنا الآن اللي أصبحت نحن أقل ما يقال عنا أنها فوق الحديدية بإذن واحد أحد، وقناعتنا الكاملة والشاملة بأنه نحن بإذن واحد أحد حنتقدم وما حنقول وصلنا ابدا، لانه لو قلنا وصلنا معناها حننتهي من حاجتنا اللي بنعمل فيها، لكن احنا متقدمين الى ما هنالك لحد ما نصل، لانه نثبت نفسنا وليس المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. صحيح، وهي الحديث عن هذه الاراده ممكن يكون هو الحديث العظيم. ما بقيت هذه الاراده العظيمه من ذوي الاعاقه وما بقيت اراده من القادرين على انفاذ القانون ووجوده واقعا، يعني ودي هي الاراده اللي احنا نحتاج لها. فخلينا في حديث عن اراده من ينفذ هذه القوانين، ما هو المطلوب في هذه الفتره؟ انا والله يا اخي كل مره بناشد انه بثلاث حاجات، انه المجتمع ما يبطل ينظر لنا نظرة انه نحن ناس، نظرة الدنيا دائما بنظروها لي انا كشخص ذوي إعاقة في الشارع لما نمشي، يعني نص الناس بيشفقوا عليه شديد. الشفقة دي بالمناسبة يعني حتى الطفل لما كده يشفق عليه كثير ممكن يبكي، فانا كعبد العزيز ما داير زول يشفق علي، انا ممكن تدوني فرصة وتبطل وتنزل لي النظرة بتاع إنه يا أخي أنت ذول مسكين وبده معذور. وحتى الناس في المدارس يعني أنت أثبتت إنه الموضوع ده هو أيوة الناس بيشفقوا عليك شديد، يعني الشفقة زي ما بقول الطيرة إرسانة ممكن تبكي الزول، يعني ما الناس الشعب السوداني عطوف شديد، فما دارين الناس تنزل لنا دائما النظرة بتاع إنه نحن الناس مساكين ناس غلابة ناس كده، لا نحن زيكم واحد. فبس يعني كده دي المجتمع، وداني حاجة رسالتي للحكومة أي زول في المؤسسة إنه يراعوا لنا بس كود البناء ده، يراعوا لنا إمكانية الوصول، لأنه صراحة بنعاني شديد، بنعاني لما نمشي يعني عموما الواحد لما يطلع من بيته أيوة لحد ما يصل المكان فبتعب شديد. فالناس راي إمكانية الوصول إن شاء الله في بيوتكم، حتى المجتمع ذاته في ناس أبواب ما مؤهلة لأنه يدخل فيها ذوي إعاقة، ولا حتى المطاعم ولا حتى المؤسسات الحكومية وغير. وبرضو رسالتي للسواقين أخوانا، والله الشخص المعاق ده برضو زول يعني المفروض يقيفوا له. فدي حاجه بتاثر شديد انه انا اكون واقف ولما اعاشر السواق لما يشوف الزول ده معه ما بيقيف، ودي من الحاجات اللي بتاثرني شديد يعني. فبس بتمنى انه يعني مشكله الانسانيه ممكن تكون هي عند قليل من الشعب السوداني. نحن دائما نثق في انسانيته جدا ونحن بنحييكم على هذا الحضور الواعي جدا. للمعاقين نفسهم يعني بقول لهم انه صديقي المعاق فلا شيء يحدك عن الانطلاق، يعني ما في حاجه بيمنعك، انت قادر انك تصل القمه. صح. يعني كابل
وكادح صح. ان شاء الله يعني حتصل ان شاء الله صح. وانا بحيي الاراده العظيمه العظيمه عندكم وعند كثير من اصحاب التحديات واصحاب الهمم اللي استطاعوا انه فعلا يكونوا بصمات في الشعب السوداني وفي انتمائهم لهذا الوطن وانه يمثلوا السودان خير تمثيل. شكرا لكم جزيلا شهاب الدين خوجة العثمان، شكرا جزيلا عبد العزيز شريف اسماعيل. وكان حديث اليوم عن ذوي الإعاقة ومجمل التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة وأهمية الحقوق. ونختم هذا الحديث بهذه الإرادة العظيمة بأنها لا بد أن تقابل بإرادة أعظم من المسؤول عن إنفاذ الحقوق وإنفاذ القوانين فيما يخص ذوي الإعاقة. نتمنى أنه في هذه المرحلة نتحدث عن هذه المرحلة للتغيير بأن توجد كل الحقوق التي تخص ذوي الإعاقة. ونتمنى للجميع كل الخير وأن يبنى سودان من الثورة إلى الدولة بكل خير. وكما نتمنى جميعا سودان نشرف بالانتماء إليه جميعا. لكم كل التحايا، في أمان الله. طيبة لحياة طيبة.